قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. هللويا هللويا. كلم عن مهابته لي، قل له أنت عظيم، أنت مهوب. هللويا، لا يمكن شيء أن يقف أمام هذا الإله. تنحني أمام هيبة هذا الإله كل شيء. هللويا العظيم المهوب القدير، كل شيء مستطاع، كل شيء مستطاع. لا يحيا في المستحيلات. هللويا. وانت بتدرك هذه الهيبة بتاخد من نفس هذه الاستطاعة والقدرة في حياتك. هو أتاح نفسه وأعطى نفسه لينا. هللويا. يا يسوع
هاليلويا هاليلويا هاليلويا. لهذا السبب مرض بيهرب، لهذا السبب لأنه يحيا فيك، لهذا السبب لديك أفكار سليمة تعرف تتعامل إزاي تجاه المواقف والظروف لأنه يحيا في داخلك. لهذا السبب يعطي حياة لجسدك، لهذا السبب قوة القيامة بتعمل، لهذا السبب يهرب المرض، لهذا السبب هذه العلاقات اللي تدمرت بتقوم مرة أخرى. لهذا السبب ما دمت حيا في داخلي فلا انكسار لي، لا أتزعزع، أنا أثق ولا أتزعزع لأنه يحيا في داخلي، في كل خلية من خلياي، في كل عظم من عظامي. هاليلويا ها هاليلويا. مش كده الشغل بتاعك بينهض بيقوم صح. لهذا السبب تعرف ازاي تتعامل مع اسرتك، تتعامل ازاي مع العلاقات اللي بدات تبوظ، تعرف ازاي تتعامل مع اولادك مع بناتك، تتعامل ازاي مع شريك حياتك مع والديك. هاليلويا انت في داخلك قوه القيامه. هاليلويا هاليلويا. امراض بتهرب الان، قوه الشفاء. هاليلويا هاليلويا. ثق لا تتزعزع. لا يمكن الموت أن كان يمسك يسوع، لا يمكن أن كان يمسك به. قام منتصرا. نمشي في موكب يسوع، انتسب لنا كل هذه الانتصارات. هاليلويا شكرا لك يا رب، شكرك أنك لكلمتك الحية استقبلها بكل خشوع كل جوع وشغف. شكرا أنك بتكلمنا تجيب على أسئلتنا، شكرك أنك بتبني أرواحنا وتملأنا نور وفهم. شكرا للحياة في الكلمة. هاليلويا نسير فيها نسير بيها. هاليلويا في اسم يسوع. أمين. تفضلوا. ثق لا تتزعزع. سلسلة بدينا فيها، افتح معايا أعمال 2. وعدد 24 كلمة ربي يسوع الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. لم يمكن إن الموت يسيطر عليه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. عرفتني صبر الحياة ستملأني سرورا في حضورك، مع وجهك يعني في حضورك. كنت أرى الرب كل حين، إنه عن يميني أي مساند ليا، زي بالظبط العصاية اللي الشخص بيسند عليها، عن يميني فلا كي لا أتزعزع. في السلسلة دي اتكلمت معاكو عن قد إيه الأمر مرتبط برصيد الشخص جواه ناحية الكلمة. تظهر القوة بتاعت الشخص في المواقف والمحكات، لا تظهر وانت قاعد على الكرسي بتسمع تعليم في الكنيسة، تظهر وانت بتواجه المحكات والمواقف، تعرف تتعامل ازاي مع الظروف. رد الفعل بتاعك مرتبط بايه الخزين اللي جواك.
الناس بتتزعزع لأن الأفكار بتاعتها بتفكر بصورة مش دقيقة، مش سليمة كتابية. التزعزع بيجي في الأفكار، مع أن شخص ممكن يكون بيشعر بقبضة في قلبه، لكن هي قصة في الأفكار. المرة فاتت تكلمت عن الأمر إزاي بيحصل. أول حاجة تكلمنا فيها هي إيه؟ الصراع الداخلي اللي بيحصل جوه الشخص. الصراع الداخلي، الصراع الداخلي هو أن الشخص يبتدي جواه فكرة مش عارف يوافق ولا لا على الحاجة دي، ويبتدي يتعامل معاها بصورة فيها تقلقل وخوف، ودوة بيضرب الإيمان، والتزعزع بيبتدي من هنا. في رومية 14 عدد 22، ليك إيمان، أوكي تمام رائع، ليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدين، لأن ذلك ليس من الإيمان. وكل ما هو ليس خارج من الإيمان، كل ما ليس من يعني أك يعني خارج من، كل ما هو لم يخرج من الإيمان، كل شيء أنت بتعمله ليس بإيمان فهو خطيئة. عدد 22، طوبى أو مبارك جدا الشخص الذي لا يدين نفسه، لا يدين نفسه فيما يستحسن. زي ما قلت المرة اللي فاتت، كلمة يستحسن هي كلمة مش معناها أني اللي أنا أرتاح إليه أعمله، لا، هي حالة من الفحص اللي مبني على الكلمة. من بعض الناس بيقولك أنا بستحسن الحاجة دي يبقى خلاص يبقى هي كده، لا، هي حالة فحص ودراسة ونقد، حالة نقد. الشخص بينقد الشيء، يفند الشيء، يقعد يؤكد هل هو ماشي كتابين ولا لا. فأول ما الشخص يستحسن الشيء بعد دراسة من الكلمة مبنية على الكلمة، وليس استحسان عاطفي مشاعري، لا، هي حالة شخص درس الأمر، شايف الأساس الكتابي بتاعه، طبيعي هيتعرض لإدانة، هيتعرض لإدانة طبيعي، لأنه هو ماشي عكس العالم في الفكر بتاعه. ممكن يكون العالم بيقول رأي وهو بياخد رأي تاني عكس العالم نتيجة الكلمة. الناس بتقول الانتقام، انت بتقول المحبة. الناس بتقول ان الشخص دوا عديله، انت بتقول العكس، الشخص دوا لازم يكون بيتقدم فيه شكوى. الكتاب يعلم عن حاجات ممكن تكون الناس مش فاهمها، ارجع ادرس تعليم المحبة. فمن هنا تبتدي تفهم الموضوع مرتبط بسبيكة فكرية وخريطة فكرية، فتستحسن الشيء وتقول فعلا أنا ماشي صح من غير ما شخص يبقى متذبذب. الكتاب يتكلم في روميا في أفس 6 عن اليوم الشرير. في مرات إبليس بيجهز للإنسان أيام معينة، ضربات معينة، هجمات معينة، يوم. الشخص لو ما كانش مستعد قبل كده ممكن يقع. لو الشخص مستعد يبتدي يقف، لكن الموضوع مش بيحصل في يوم وليلة. يبتدي يحصل ان الشخص في مواقف صغيرة، قد يكون في اختيارات ما بين موقف والتاني، متردد، وهو بيتردد متزعزع في اختيارات ما بين اكل واكل مثلا، ما بين اشتري دي ولا ما اشتريش دي، لا يعلم ان هو بيتدرب على الشك والريبة في مواقف تؤثر بعد كده في حرب الإيمان في المواقف الكبيرة. من هنا حياتنا لازم تكون بالكلمة في كل خطوة. طيب خلينا نشوف الأساس الكتابي للأمر ده. مرة فات كلمت في رومية 14 عن الصراع الداخلي، من الشخص لما بيقول أوكي على حاجة لا يدين نفسه، وإلا هيحطم عمل الله، زي ما بيقول في عدد 20، لا تنقد لأجل الطعام عمل الله. عمل الله بالنسبة للشخص دوا إن الشخص دوا بدأ يخاف، بدأ ياخد أفعال هو مش راضي عنها للآخر، شاعر بشوشرة، خايف، مش متأكد من الخطوة دي أنا بعملها صح ولا غلط. في اللحظة دي يبتدي يصنع خطية، مع إن ممكن الفعل نفسه مش غلط، بس نتيجة الأفكار بتاعته لأنه هو لم يفعلها بإيمان صارت خطية.
على 23 كل ما هو ليس خارج من الإيمان فهو خطيئة. أما الذي يرتاب فإن أكل يدين، وزي ما قلت قبل كده الدينونة هي حالة إيه؟ هي حالة الفصل في الشيء وإعطاء الرأي. في اللحظة دي الشخص بيقع في إدانة شيطانية مش إلهية، بيحط نفسه في حتة فيها هدم لشخصيته طول الوقت. روح خذ شغال علشان يجعلك لا تتزعزع. إن واجهت مرض، إن واجهت مشكلة، إن جالك خبر سلبي، إيه رد الفعل بتاعك؟ إذا كنت بتتعامل بدون ريبة، وهنشرح أكتر القصة دي، هتكتشف إنك قادر تقف بصلابة تجاه المواقف والظروف، مع إنك في الأول هتحس بإن في حاجة كده خدتك لتحت. المشاعر شيء، والشرح دلوقتي في الريبة شيء تاني. أول حاجة هو الصراع الداخلي، تدريباتك وإنت بتتعامل في حيرة تجاه المواقف الحياتية، تدريبات إيمانية وإنت مش عارف. من اللحظة دي وإنت عرفت، طب خلينا نشوف الأساس الكتابي لدول، وده دخلنا على النقطة الثانية، هو أن الريبة هو عبارة عن إيه؟ الريبة هي حالة تفكير مزدوجة، تفكير مزدوج. افتح معايا يعقوب 1، وعدد 2، احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحانكم، امتحان ايمانكم، ينشئ صبر. واما الصبر، لاحظ العنصر اللي اتكلمنا فيه، لا تطرحوا ثقتكم، لانكم تحتاجون الى الصبر. لا تطرح ثقتكم، راح قال لهم اذا كنت عايز لا تطرح ثقتك استعمل سلاح اسمه الصبر. الصبر هو وقوفك على ارضك، زي ما قلت التعريف في السلسله دي، هو وقوفك على ارضك بثبات، زي الشخص اللي واقف لن يتنازل عن الامر دوا. ودوا لو انت واخده بمعنى انك هتقاوم حتى الموت، يبقى انت متوقع انك تهزم، لكن بسبب قوة الله هتقوم وتنتصر، مفيش احتمالية فشل. وهي دي الصرامة اللي تلاقي نفسك، انت تلاقي نفسك تتعامل مع الناس بصورة فيها محبة ووداعة، اما مع ابليس فيوجد شراسة غير عادية واسد بيخرج منك. الكتاب يتكلم كده امثال 28 ان البار جريء كالاسد. البار جريء كالاسد، يقف قصاد المواقف لا يهتز قصاد الموقف ده. كمل معايا، اما الصبر فليكن له عمل تام. وانت بتمشي بالصبر، يعني معناها بوقوفك امام العيان بثبات، وبتقاوم لانهاء الموقف وليس الاستحمال الموقف. طول الانات يختلف عن الصبر زي ما شرحت قبل كده. اما الصبر فليكن له عمل تام، خليه يشتغل فيك. انت كده شغلته، بس بيقول لك خليه يكمل الاخر، خليه يشتغل الاخر. ايه اللي هيحصل؟ الشخصية بتاعتك هتتظبط تظبيط غير عادي، وتلاقي نفسك مش ناقصك أي حاجة. كتبه كده، لكي تكونوا تامين ناضجين كاملين غير ناقصين في شيء. بتبتدي من أنك تبتدي تجبر نفسك تصلي وتحط الصبر في الأمر دوت. بتبتدي من هنا، تبتدي أنك تحط رجلك في موضوع، أنك تبتدي تثابر وتقف بثبات فيه، لأنك تعلم استحسانه كتابيا صح. أنا بعمل حاجة صح، بتجيلك افكار مضاده كتير، ده طبيعي. هتبارك لما تبتدي لا تسمح بالادانه دي انها تسود عليك. فبيقول خلي الصبر يشتغل، انت بتوجهه اساسا علشان تثبت في الموقف، وبتشغله عشان تثبت في الموقف دون ان تدري انت شغال بتشتغل على شخصيتك في حته تانية وانت مش عارف. انت مش قصدك شخصيتك، لا، انت بتتعامل مع المواقف بثبات بناء على الكلام. ودي ليها سلاح ذو حدين، انت بتشتغل في المشكله وعلى الناحيه الثانيه بتشتغل في الشخصيه بتاعتك، الى ان تصل لمرحله ان الشخصيه بتاعتك تنضج، لانك عارف تعمل ايه في الموقف ده. دلوقتي بدا يحصل عندك جراه تتعامل مع مواقف الحياه مهما علي الموج. انت عارف، خلي بالك، بطرس لما مشي على الميه ما مشيش على ارض سلسه، مشي على موج متحجر، يعني طلع ونزل، ما مشيش على ميه ساكنه، ميه لم تسكن بعد، لكن هو مشي وطلع ونزل على موج.
كي يلاقي مطب قدامه بيطلع فوقيه. معنى كده في ظل المواقف وهي بتتغير في أوقات يبان الأمر ما تغيرش لكن هو ماشي عليه. كتبول فليكن له عمل تام، خليه يشتغل فيك لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. الكلمة دي مفتوحة، لا يوجد شيء ينقصك. لنفسك طول الوقت ماشي بفرح بإيمان بثبات، وأنت بتعامل مع الموقف نتيجة أنك مشغل الصبر. افتكر في عبرانيين 10 قال لهم لأنكم تحتاجون إلى الصبر. كان في مشكلة في الكنيسة في الوقت ده، عشان نفهم خلفية الشاهد، أنهم بدأوا يتعاملوا مع الأغنياء بهيبة، والأغنياء كان لهم يد في الدولة الرومانية، أغنياء يهود. فكان في الوقت دوا لأنهم كانوا بيدفعوا ضرائب كتير فكانوا واصلين. في الوقت دوا لما كانوا بيدخلوا الكنيسة بسبب الاضطهادات اللي بتعدي فيها الكنيسة كانوا بيدوا تأديل للناس دي بالذات، تعال اتفضل اتفضل اقعد هنا، تعال اتفضل اقعد هنا. وتناول الموضوع دوا أثناء الرسالة بتاعته، فبدأ يقول لهم انتوا بتتحركوا بحكمة بشرية، بتدوا تمييز لناس عن ناس، مش هما دول بيجرجروكوا في السجن بعد كده. أول ما تحصل مشكلة تلاقي قلب واشتكاك، مش معنى كده تحتقر الأغنياء، لكن لا تميزهم، لا تضعهم في شريحة مختلفة. فبدأ يقول لهم من بداية افتتاحية الرسالة هيتناول الأمر ده بعد كده على حدة، وكأنه الأصح الأول كانوا في كلام كتير عايز أقوله لكم، في كلام فبيدي عناوين 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 بعد كده بيستفيد فيها بعد كده. وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. ركز في اللي جاي عدد 6، ولكن يطلب بإيمان غير إيه؟ مرتاب البتة نهائيا. ليطلب بإيمان، إذن رجعنا تاني اكتشفنا أن الإيمان والارتياب والتردد أعداء. وليكن يطلب، ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه، والريح لما بيجوا يتكلموا عنها فاهمين كويس جدا معناها عاملة زي الروح. فبيقول إيه؟ الهواء بيودي ويجيب في الريح في الموجة، الريح هي الأرواح، فكرة تجيبه فكرة توديه، العيان يأثر عليه يسمع الكلمة يفرح بيها، يرجع تاني يشوف العيان يتغير تفكيره ويتقلب مزاجه، يرجع تاني وهكذا، رايح جاي رايح جاي. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، ده كده الإيمان باظ، الصلوات باظت نتيجة الريبة. عشان كده ثق لا تتزعزع، الثبات بتاعك كده. بدأ يقول إيه السر؟ رجل ذو عقليتين هو متقلقل في جميع طرقه. لا، ده الموضوع مش بس في الصلاة، ده الموضوع بدأ يوصل ان كل حاجة شخص متقلقل فيها. ما تيجي تبص لها بيتكلم عن حقيقة، مش لانه هو شك في الصلاة فيبقى متقلقل في كل طرقه زي ما البعض بيفهمها، لا لا، ده لانه هو عنده فيروس في ذهنه، السيستم بتاعه الافكار بتاعته طول الوقت فيها تردد، هو متقلقل في كل حاجة، فتلاقيها مسمعة هنا ومسمعة هنا ومسمعة هنا في اختياراته في قراراته في نظرته للأمور، فكذلك في الصلاة. معنى كده الأمر بيحصل في حياتك العامة، إن بعض الناس بيدوا أولوية قصوى للصلاة، إنه يهتم كويس جدا يركز فيها، يهتم يتأمل فيها، بره الصلاة مش بيتأمل ولا بيركز فيها. لكن الموضوع يشمل النظام الفكري بتاعك طول اليوم وليس فقط وقت الصلاة بتاعك. طيب خلينا نشوف الأمر إيه اللي بيحصل. عقليتين عكس بعض، رجل متقلقل في كل طرقه، هيبقى اللي عنده عقليتين عكس بعض يرهب الشيء ويخاف منه، يرجع يقول لا بس رب معي. عشان كده هذا ليس إيمان إنك تقعد تقول ربنا مش هيسيبني، مع إنها جملة جيدة، بس تحوي جواها انك مش انت اللي بتتعامل مع الموضوع بتنفيذ للمعجزه، وده هتكلم عنه في السلسله
ربما اللي جاي أو بعدها. موضوع الإيمان محتاج يتفهم أكتر وأوضح. يوجد تعليم كتير عن الإيمان في الموقع، لكن هتكلم عن زوايا محتاجة تتفهم. بناء على المبدأ ده، الارتياب هو حالة تردد وأفكار مناقضة لبعض، فالشخص ده هو عمال يتخبط جواه، فهو بيقول ربنا هيقف معايا، يبقى إذا الموضوع في إيدين رب. تخيل معايا لما يجي شخص يقبل يسوع، غير مؤمن جاي يقبل يسوع، لو أنا دلوقتي بقول له أني الرب يسوع يقدر يتعامل مع المشكلة بتاعتك دي كلها، أنك تتغير وتتولد من التاني، وهو دماغه فين؟ دماغه ده أنا عملت وده أنا عملت، أنا سيء جدا، أنا وحش جدا، دماغه في حتة تانية. المعجزة بتاعت الخلاص بتاعت الشخص ده، اللي هي زيها بيحصل معجزة الشفاء، زيها بيحصل معجزات مادية، إن الشخص يبتدي ينقل مخه ويتفق مع كلمة الله إنه دلوقتي مالكش دعوة، الماضي بتاعك سيء وحش أوكي، لكن خلينا نمسك في حتة دلوقتي، يسوع عمل حاجات تقدر تبقى أنت شخص تاني. لو قاعد يقول لأ بس أنا شخص وحش، معقولة؟ معقولة لو أنا اتغيرت، أنا اتغير إزاي دلوقتي؟ ده أنا محتاج 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 محتاج، وأنا عمال أقول له خلي بالك في مشهد تاني، في منظر تاني، في حاجة تانية. الحاجة التانية دي إن يسوع مات من أجلك. شوف الصورة دي، وهو عمال يشوف الصورة بتاعته، مش هيخلص. لكن لو هو اقتنع باللي أنا بقوله له بناء على الكلمة، وقلت له فقط ابتدي صلي معايا عشان تقبل يسوع، بدأ يتحد مع الصورة الصح وساب الصورة الغلط، مع ان مخه مليان تشكيكات، مع ان هو مش مقتنع للآخر، بس بدأ يقتنع انه لو صلى دلوقتي قبل يسوع هيتولد مرات تاني. في اللحظة دي تحصل معجزة أضخم من أي معجزة، وهي يتنقل من مملكة الظلمة، يتحط في ملكوت ابن الله المحبوب، يتولد مرات تاني، بقى فيه حياة الله. بدأت بإيه؟ إنه بدأ يقتنع، لم يكن لديه عقليتين، اختار عقلية من الاثنين، اختار تفكير من التفكيرين. عشان كده الموضوع بيبوظ الصلاة، بيبوظ الحياة اليومية، إن الشخص يبتدي يبقى متقلقل في كل طرق. وشخص متقلقل جاي معناها غير ثابت، متزعزع في كل حاجة بيعملها. هو نفس الشخص ده ممكن يكون ثابت وقوي وخطواته ثابتة جدا في مواقف تانية، لأنه هو قفل عنده الريبة والارتياب والعقليتين في الحتة دي بالذات، فتلاقيه في الموقف زي الأسد. لو بيجي يتعامل مثلا في شغله تلاقيه قيادي، يجي يتعامل في أسرته مش قيادي، إبليس يدخل على الأسرة، لأنه سايب الأسرة من غير ما يقودها. العيال يعملوا اللي عايزينه، ويذاكروا هم يذاكروه، وشايل إيده. فبالتالي الموقف بيؤدي في الآخر خالص إن إبليس بيدور على الفراغ السلطوي يدخل منه. الولاد بيعرفوا الكلمة براحتهم، أنا بوديهم كنيسة وهو مخلي مسؤوليته، فإبليس يدخل من الحاجات دي، إنه شايف الابن أو الابنة بيعمل حاجة غلط وهو أساساً مش قاري الغلط. لو قرى الغلط يبتدي يشوف إزاي يعمل إيه معاهم، يبقى إذن هو بدأ يتصرف صح. لكن لو عنده عقليتين إنه طول الوقت شايل إيده، لم يأخذ خطوات في اللحظة دي، هو عنده عدم استقرار في حياته كلها، حتى لو في زوايا أنا شايف إنها مستقرة ظاهرياً. قد يكون مستقر في البيت لكن مش مستقر في الشغل، قد يكون مستقر في البيت وفي الشغل بس مش مستقر مع خطايا معينة، قد يكون مش مستقر في نفسيته وجواه حالة من الريبة والخوف، ويضطر ياخد أدوية للحاجات دي علشان يعدي منها. قد يكون ثابت ظاهريا قدامك لكن هو مش ثابت داخليا. الكتاب يتكلم ان الشخص ده مش هيعرف يستقبل حاجة خارجة من الله. وبعدها بشوية بيتكلم عن كل عطية صالحة نازلة من فوق. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. خلينا نشوف أكتر الكلمة دي معناها إيه. الكلمة دي هي حالة من حالة الريبة، هي لها أربع أو خمس معاني في اليوناني. الارتياب، حالة الارتياب. أول معنى هو إن الشخص بيصدر حكم. خلينا أجيبها لك من المراجعة نفسها. أول حاجة هو الشخص اللي بيصدر ريبة
أو عنده ريبة، هو أول حاجة معنى الكلمة دي إيه؟ هي حالة التمييز. هي حالة التمييز. افتح معايا يهوذا عدد 22 عشان تبقى فاهم المعنى ده. ارحموا البعض مميزين. الكلمة دي هي كلمة ريبة في اليوناني. معناها ايه؟ معناها الشخص يبتدي يقول لأ، يرفض حاجة، يرفض الشيء ويقول اه على حاجة. عليه يميز، يفرق. إذن الريبة لها دعوة بحالة التمييز بتاعتك، إنك تقول لأ أو آه. هي قوة الإرادة المفعلة ناتجة من الكلمة، إنك تقول لأ على أفكار إبليس. لو أنت اتضربت فيها يبقى أنت مش هتعرف تقاوم. هي دي المعنى الثاني. هي حالة التفرقة. في فرق ما بين التمييز، انك تعرف صح من غلط، فرق ما بينك انت تنحاز الى، تنحاز الى شخص، بينحاز الى شيء معين. خليني اجيبها لك مذكوره فين عشان تبقى فاهم استعمالاتها قويه. يعقوب أربعة، آسف، يعقوب اثنين، نقراها من عدد واحد. يا إخوتي لا يكن لكم إيمان. ربنا يسوع رب المجد، مسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا، حسناً، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. فهل لا ترتابون في أنفسكم؟ أجيبها لك في ترجمات أدق، جاي معناها ألم تميزوا بينهم؟ ألم تنحازوا بينهم؟ نفس الكلمة. في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة. إذن الريبة جاية نتيجة إيه؟ أحكام نتيجة أفكار شريرة. يعني معنى كده أن الشخص لما بيجي يتردد في الشيء هو عنده أفكار، والكتاب يسميها أفكار شريرة. لازم نمسك الموضوع من جدره. الكتاب مش بيسيبنا وإحنا بنخمن حاجة زي كده، بيعالج الأمر من جدره. إن الأفكار الشريرة اللي بتيجي تقولك أنت هتموت، يعني هتموت بالمرض ده، الموضوع ده هينهي عليك، أنت عايش وهم. الريبة إنك تقعد تفكر في الحاجة دي، كونها تعرض عليك ده شيء طبيعي. الأفكار إنها تجيلك ده شيء طبيعي، لكن يا ترى إيه الصورة اللي أنت بتشوفها؟ الصورة اللي انت مختار تشوفها دي اللي هتحدد المعجزة. يبان الامر ان فيه مخاطرة، ويبان الامر انه مش هيخلص، الموضوع هيزداد سوءا. لكن لو انت اخترت تشوف صورة صح، انت هتلاقي نفسك نجحت. عاملة زي بالظبط كده ما يجي شخص يحبطوه قبل الامتحان، يتصلوا بيه اصحابه يقولوا شفت هيجي سؤال كذا، ده هيجيب امتحان مولع قوي، هيجيب كذا، وبيقفل السماعة من هنا. وهو بيتعامل مع الموقف ازاي؟ اي صوره يختار يشوفها، هي عرضت عليه، لكن بيكمل يذاكر وبيكمل بكل عزم قلبه. يبقى اذا الشخص ده لم ينحاز الى، لم يميز، اي يعطي تمييز، اللي بتتقال كلمه تمييز عنصري، يعني معناها فلان ده لانه الشخص ده اسود او ابيض احنا هنميز ده عن ده. دي كلمه تمييز. نفس الكلمه discrimination اللي هي شخص. قال لهم هل تميزون او تفرقون ما بين الاشخاص؟ بتعملوا تفرقه يعني. وبكده تبقوا انتوا بتستخدموا كلمه الله غلط. عشان كده بيبتدي في العدد الاول ايه؟ ما تستخدموش الايمان بتاع المسيح يسوع غلط في المحاباه. هل يمكن استخدام كلمه الله في المحاباه؟ نعم. يقول لهم بلاش تعملوها. السكينه بريئه من القتل، لكن يمكن استخدامها في القتل. انت تعطي طبيعه للاله. كلمة الله زي ما قلت المرات اللي فاتت، إن داود اتحرك بأمر الريبة بتاعته عشان يقع في الخطية، التردد بتاعه جه نتيجة ذخيرة التعليم بس مستخدمة بأرواح غلط وتربطات غلط، أدت إنه يسقط في الخطية وبكل وخطية ورا التانية، إلى أن جه النبي فوقه بروح صح.
إذا يمكن قراءة كلمة رب أرواح غلط. العيب مش في الكلمة، العيب أنت عايز تسمع إيه. ودي نقطة. النبي في العهد القديم قعد قدام شيوخ المدينة، راح رب قال له، شرحتها بكده في النبوات، راح رب قال له قل لهم اللي عايزين يسمعوه، عشان قلبهم مش معايا، هم عايزين يسمعوا كلام حلو قوله لهم. وقال لهم، قال لهم انا بعمل كده، انتوا عايزين تسمعوا كلام حلو اتس اوكي، هقول لكم الكلام. ليه؟ لانهم اختاروا، قال لهم قلبهم، الرب قال له كده، القلب بتاعهم عايز حاجه اديها لهم. عشان كده في مراحل فيها الانسان لازم يفهم. ممكن تكون بتقرا الكتاب وانت استدعيت قراءه الكتاب بصوره معينه وتيجي الايات دي قدام عينيك، يمكن استعملها. الم يستعمل ابليس الكلمه ضد رب يسوع اللي هو الكلمة؟ ده يحتم ان الشخص يكون فاهم اتضاع قلبك امر هام عشان ما تفلتش منك حتى لا تضيع فيها. عشان كده قال لهم بلاش تستخدموا الايمان بصوره فيها محاباه. فبيقول لهم الريبه اللي جت دي او حاله التمييز، هي نفس كلمه ارتياب، هي حالة إن الشخص بيدي رأي في الشيء بإنحياز. عشان كده بتتعرض عليك أفكار إبليس، مش مشكلة، خليها تتعرض، مش هينفع نوقف دي. لكن أنت بتعمل إيه؟ هل بتنحاز ليها ولا هل بتصدقها ولا مش كم؟ إبليس بيجيب معها مشاعر، بيجيب معها حالة قبضة وحالة خوف وقلقلة في حسسك أنك وقعت فيها. لا تنخدع، هذا سحر. إبليس هو أساس السحر. الناس بتستخدم السحر، هو إيه؟ السحر هو استخدام أمور خارقة للتأثير على الناس. هو نفسه السحر. فبالتالي دون أن تدري ممكن تلاقي نفسك كتمت، حزنت، دي مشاعر وقع عليك مش أنت، لكن خرج الفرح عن عند، ألفظ الشيء ده وانفضه زي الأفعى اللي وقع اللي مسكت في إيدين بولس، نفضها. عشان كده الأمر مرتبط في الريبة بالأفكار، هل هي أفكار سليمة أم شريرة؟ فقال لهم إن كنتم بتميزوا، ارجع معايا لأعمال، آسف، ليعقوب 4 وعدد 7. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إن لم تخضع للروح القدس، لأفكار الروح القدس، لن يهرب إبليس. إن خضعت للروح القدس ما يعرفش إبليس غير أنه يهرب. وجاية هنا معناها يهرب فزعا، مرتعب. بيقول لهم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا إيه؟ ذو الرأيين. ذو رأيين دي طلعت إيه؟ عشان كده مش قليل بيكلم مؤمنين يقول لهم يا خطاه، كلمه كبيره قوي مش لعبه. ايها الخطاه هنا مش معناها دول بيكلموا خطاه، لا، دول ذو رايين بدا يسمحوا ان في افكار، في ميوعه في الافكار. مش كل حاجه كلمه الله، مش كل حاجه اني انا اصلي، ممكن اكون باخد وقتي مع الرب، ما انا بروح احضر اجتماعات، ما انا بحب الرب بقلبي. انت ما بتعرفش علاقتي مع الرب، واقفل ما تحكيش معايا. هي دي بدايات ان الشخص يبتدي ينغلق داخليا ويبتدي يستسلم للافكار. ذو رايين، في نفس الوقت هو يقولك انا مؤمن، انا بؤمن بالتثليث، انا مش واحد مؤمن بحاجه بعيده عن المسيحيه، لا، انا مؤمن بيها، مؤمن ان يسوع هو ابن الله، اؤمن 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 بحاجات اعمق في الكتاب المقدس، بس هو ذهنه مظبوط على ايه؟ هي دي النقطه. الريبة تيجي لما الشخص يبتدي يحكم وينحاز إلى. خلينا نكمل في المراجع كمان بيقولها إزاي. هي حالة الريبة، هي حالة الخصومة. الكتاب بيتكلم عنها، هي حالة الخصومة. خلينا نجيبها لك. في مرجع أو في شاهد كتابي واضح جدا، أعمال 11 وعدد 2،
هفهمك يعني ايه الكلام ده. ولما صعد بطرس الى اورشليم خصمه الذين من اهل الختان. كلمه خصمه هي ارتياب. يعني ايه الكلام ده؟ المشكله الداخليه اللي بتحصل جوه الناس ان الشخص بيخاصم نفسه، بيقع مع نفسه، ومن هنا اول ما الشخص بيتضرب جواه يحصل تزعزع. احنا عمالين نمسك ونفتفت في اسباب التزعزع اللي بيحصل جوه الانسان. الريبه هي كلها تلاقيها تكتشف هي افكار، هي افكار، بس الافكار دي بتؤدي الى مشاكل تانية. المشاكل دي منها خصومه، وتتقلب بعد كده الخصومه دي تجاه الرب، ثم تتقلب تجاه الاشخاص، ومن يتكلم اصوات سليمه يبتدي الشخص يخاصمهم ويدور على من هم مستحقين مسامعهم. الكتاب بيقول دي احد علامات اواخر الايام، ان الشخص يبتدي ينقي، عايز يسمع حاجه معينه وعايز ينقي الشخص اللي هيقول راي معين. بدا يتبع ارواحا مضله، الكتاب بيقول كده. فالشخص يبتدي يسمع اصوات اخرى، ومن الكتاب برضو مش كده الموضوع. الكتاب عامل زي البحر اللي محتاج تعرف تنقاد فيه صح. ليس لان البحر مؤذي، لكن محتاج تعرف فين تتحرك الاول، تروح هنا الحته دي حتى لا تتوه. عشان كده الكلمه قويه جدا، والكتاب بيستخدمها بصوره. افتح معايا كورنثوس الاولى 11 عند 29. انا الذي ياكل ويشرب وهو غير مقدر دون استحقاق ياكل ويشرب دينونة نفسه، غير مميز اي مرتاب. في اللحظه دي لم ينحاز الى، في اللحظه دي بيستخدم اللفظ هنا بيستخدم حاله انحياز، لم ينحاز الى، فبيشرب دينونة على نفسه. هنا بيقول لازم تنحاز الى، لازم تنحاز الى جسد رب، الى كنيسه المسيح، الى الحق الكتابي، والا في اللحظه دي تشرب دينونه مع انها كاس، لكن الموضوع بيتقلب الى مشكله بدل ما هو كان يبقى حل، نتيجه طريقه تفكير الشخص انه عنده حاله من ايه، عدم الانحياز، عدم الدخول الى، عدم التعامل مع الامر بصوره فيها جديه وثبات وحاله اصرار داخلي ان هي دي، يعني هي دي الافكار دي، هي دي هي دي الصح. عشان كده الصراع اللي بيحصل في حياه الناس جاي نتيجه ايه، افكار، افكار لم يتم الفيصله فيها، لم يتم الانحياز فيها، أو الانحياز إلى أرواح شريرة، انحياز إلى إبليس لما يقعد يرمي عليك حروب فكرية شخص ينحاز ليها. يبقى حاجتين، يا إما أنت مش بتنحاز للكلمة زي ما هنا بيقول غير منحازين، غير مميزين، غير منحازين لجسد الرب. في نفس الوقت هي نفسها الكلمة دي إن الشخص لا ينحاز إلى إبليس، إذا الأفكار هتعرض، هتعرض. العيان هيتكلم. الأرواح الشريرة هترمي أفكارها. هتخليك تقفش جواك وتتضايق. لو أنت مشيت معاها تقفش فعلا وتتضايق. تتردد وتخاف. لكن لو أنت فهمت إن دي أفكار وتبتدي تعمل إيه؟ حالة رفض وكره لهذه الأفكار. لا تكون في نسيج أفكارك، لا تجعلها تتمشى في أفكارك. لا تجعلها لا تنحاز إليها، لا تسير في منوالها. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس.
لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.